السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله موضوع حلقتنا عن التغذية في حالة تسمين الأغنام. سؤال بيطرح نفسه، أيهما أفضل من ناحية التغذية في حالة تسمين الأغنام؟ أيهما أفضل، علف مفتوح طول اليوم ولا العلف على وجبتين يوميا؟ نعلف على وجبتين في اليوم ولا العلف مفتوح باستمرار طول اليوم ليل نهار موجود العلف في المعالف؟ طبعا ليها الشروط، الاول هنتكلموا عنها عشان محدش يكون سمع الحلقة دي يروح يطبق تحصل له مشاكل. شروطنا ان الغنم اتعودت على العلف، يعني مرت مرحلة الاستقبال وصلت لاعلى كمية علف في اليوم اللي هي 3% من وزنه، بياكل في اليوم 3% من الوزن، علف مركز وباقي اليوم اي مادة ملقى لحد الشبع. طيب يبقى قلنا ايهما افضل، علف باستمرار، علف مفتوح اللي اسمها علف مفتوح، ولا علف على وجبتين؟ طبعا الافضل وبدون منازع هو العلف على وجبتين، العلف على وجبتين، وجبة صباحا وجبة مساء. طب ليه؟ ايه السبب؟ لازم تعرف الاسباب. هما سببين رئيسيين خلي علف على وجبتين أفضل من العلف المفتوح. العلف على وجبتين، الخروف بيمر معاك، الخرفان كلها بتمر مع بعض بمرحلة الجوع قبل وضع وجبة العلف. أما في حالة العلف المفتوح، العلف موجود ليل نهار قدامهم في المعالف، الخروف اللي بيجوع بيقوم يأكل ويقعد، الخروف اللي بيجوع يقوم ياكل، ابو خروفين جاعوا او ثلاث خرفين جاعوا يقوموا ياكلوا وبيقعدوا ثاني، والغنم يغلب عليها طابع الهدوء قاعده نايمه. يعني صعب جدا، صعب جدا تلاقي الغنم، او شبه مستحيل، يعني لو معاك 100 راس ولا 200 راس تلاقي ال 100 راس كلهم قاموا مع بعض ياكلوا، ال 100 كلهم بالكامل لو معاك 100 راس، صعب او مستحيل في العلف المفتوح تلاقي ال 100 كلهم قاموا ياكلوا مع بعض. اما في العلف على وجبات، لا، الكل لازم، مش الكل ممكن، لا الكل لازم يترصصوا المية على المعالف اثناء وضع العلف، لازم الكل، مش ممكن جزء وممكن لا، لا لازم الكل في الوجبة التانية، الكل بالكامل يترص على المعالف في حالة الوجبات. هي دي الميزة طبعا، والميزة دي كفاية ان الكل بيترصص على العلف أثناء وضع الوجبة في حالة الوجبات، وبالتالي لو في أي خروف تعبان أو مريض بيظهر فورا. يعني أنا لو حطيت وجبة الصبح الكل ترصص على المعالف وقعد يأكل، وجيت وجبة آخر النهار حطيت العلف لقيت خروف معزول، يبقى أنا عرفت الخروف، في خروف تعبان ما دخلش، وإذا دخل بيتحرك بالبطيء ورا القطيع، لما لقى القطيع كله راح وقع على المعالف بيقوم يتحرك بالراحة ويخش يقف وسطهم واقف ما بيأكلش. فهنا ظهر معايا الحالة المرضية في أقل من 12 ساعة، لأن الخروف الصبح كان فطر كويس، حطيت العلف كله دخل يأكل، ما لازم تراقب الغنم بتاعتك على طول. ففي الحالة دي أهم ميزة اكتشاف الحالات المرضية، الكشف عن الحالات المرضية في أقل من 12 ساعة بتظهر معاك واضحة. أما في حالة العلف المفتوح الخروف بيقوم يأكل ويقعد يأكل ويقعد، فبتلاقي عادي خروف قاعد هتقول شبعان، الخروف ده شبعان واكل، هو مش باين معاك إن هو أكل ولا ما أكلش، أنت مش معلمه. ولكن في حالة الوجبات بيظهر معاك الحالة المرضية مباشرة في أقل من 12 ساعة بيتم علاجها. طبعا الحالات المرضية اللي بتظهر، أغلب الحالات المرضية علاجها في الأول بيكون سهل، أغلب الحالات المرضية العلاج في المراحل الأولى بيكون سهل، كل ما تتأخر في العلاج كل ما تتعقد العملية وتصعب، وممكن الخروف يروح يكون نصيبه للموت، يعني صعب يتعالج معي، العلاج بيكون صعب، كل ما تتأخر العلاج هيكون صعب. فبالتالي دي الميزة الأولانية، كشف الحالات المرضية مبكرا، يعني في أقل من 12 ساعة بتكشف أي خروف تعبان، يتم عزله ويتم علاجه فورا. الميزة الثانية، الغنم لما بتمر بمرحلة الجوع بتحافظ على شهيتها. تخيل نفسك أنت قدامك لحمة باستمرار،
قدامك مش هنقول لحمة، قدامك أكل باستمرار، هتزهق من الأكل ده وهتكرهه. لكن لما يكون العلف موجود، الأكل موجود على وجبات بتجوع، بس جوع محسوب، مش جوع لدرجة إن الخروف يخس اللي سمنه، لا، ما احنا قلنا بياكل 3%، هي دي أقصى كمية. فأنا حطها له على وجبات 1.5 الصبح، 1.5% الصبح، 1.5% آخر النهار. فبالتالي تلاقي الخروف شهيته محافظ على الشهية، محافظ على شهيته في الأكل، بيخلص العلف بتاعه في الوقت المناسب مظبوط، وماشي معدل تحويله مظبوط. طيب السؤال الثاني، الوقت الأفضل لوضع الوجبتين. احنا اتفقنا خلاص ان الوجبتين، معنى كده ان في نقطة تانية، معلش، قلنا ان الخروف ما بياكلش، قلنا الكشف الحالات المرضية، وقلنا ان بتحافظ على الشهية، لان الخروف بيمر بمرحلة الجوع، بيبقى مشتاق للأكل، اول ما تحط الاكل بيهجم عليه كله، بده يخش ياكله. والنقطه الثانيه، في حاله وجود زكام معدي اللي هو الافرازات الانفيه، في حاله العلف المفتوح، العلف موجود باستمرار، والغنم من طبيعتها لما بتاكل، طبعا العلف لو في افرازات في الانف، العلف بيجي على الانف، بيشبك في الانف، بيضايقها، اما بتعطس وتملى العلف كله افرازات اللي هو مرض يعني، او بتحك الأنف بتاعها داخل المعالف، بتمسح أنفها يعني كده في المعلف، فبالتالي بتنقل المرض. العلف موجود باستمرار، فالعلف كله أصيب بميكروب الزكام المعدي، ومن كده اسمه الزكام المعدي، بنطلع عن طريق العطس، عن طريق الرزاز، بيجي في العلف والغنم تاكله، تصاب على طول. الغنم اللي تاكله علف المصاب بالرزاز ده أو بالزكام بتمرض، حتى تلاقي الزكام بينتشر بسرعة في القطيع. فالعلف المفتوح يعتبر ناقل للأمراض، بالذات بالأخص في أوقات البرد، في أوقات الزكام المعدي بتلاقي الغنم كلها بتصاب بالزكام. العامل الأساسي الناقل للمرض طبعا هو العطس، ولكن العطس مش بالقدر الكافي زي العلف. في حالة العلف موجود باستمرار، يعني العلف المفتوح ناقل للمرض، دي النقطة الثالثة. أما اللي على وجبات، الخروف اللي هو ما بيكونش فيه وقت، اخوه بياكل جنبيه، ده بياكل وده بياكل وده بياكل، كله بياكل، كله هاجم مترصصين مع بعض، فياكل الجزء اللي قدامه بس، الجزء اللي قدامه بياكل فيه. وان كان خروف تاني دخل معاه جنبيه من هنا وواحد من هنا، يعني الخروف ممكن هيعدي خروف من هنا وخروف من هنا، مش هيعدي الغنم كلها في حاله علف مفتوح. ده ياكل من هنا بق، وده ياكل من هنا بق، وده ياكل من هنا بق، وده ياكل من هنا بق، تلاقي الغنم كلها بتتعدي، والعلف بيختلط في بعضيه. لا، اما في حاله العلف على وجبات، الخروف في خلال ساعة زمن بيخلصوا العلف اللي قدامه، ما بيكونش في وقت يروح يمين، ما بيكونش في وقت يروح شمال. فطبعا هنا بتكون الأمراض أقل عرضة للنقل ما بين القطاع، اللي هي الأمراض المعدية اللي هي بتنتقل عن طريق الزكام، اللي هو زي الزكام المعدي. طيب السؤال الثاني، اخترنا احنا خلاص الوجبتين هما الأفضل. طيب من ناحية الوجبتين أفضل، أنهي أفضل وقت لوضع الوجبتين؟ الوقت الأفضل طبعا الغنم في حالة التسمين، الحرارة الشديدة في الأجواء الحارة، ما ينفعش تحط لها وجبة العلف نهائي، ابعد نهائي نهائي عن أي وقت حار، أي وقت فيه درجة حرارة مرتفعة تحط فيه علف نهائي. الخروف لما بيأكل نفسه بيعلى، ضربات قلبه بتزيد، ممكن يموت لو الأكل كبس على نفسه، مش قادر ياخد نفسه من الحر الشديد. حر شديد مع علف، انت بتدي علف تقيل، علف مركز، عاوز تسمن الخروف بسرعة، علف مركز مع حرارة شديدة ممكن يسبب موت الخروف، يعمل له صدمة يموته. فطبعا افضل وقت لوضع وجبات العلف هو وجبة صباحا، مثلا لو احنا في الصيف الشمس مثلا بتطلع بتشرق الساعة 7، يبقى الساعة 6 صباحا و6 مساء، او اثناء الشروق بتشرق الساعة 7 مثلا في الصيف والنهار طويل 7، والمغرب بيأذن الساعة 9 بيأذن الساعة 8 مثلا، او الشمس بتشرق الصيف الساعة 6 والمغرب بيأذن الساعة 7:30. المهم اثناء الشروق، كحد اقصى اثناء الشروق في اوقات الحر الشديد، يعني لو الشمس بتشرق الساعة 6 يبقى الساعة 6 تحط وجبة العلف الصبح، وجبة العلف اخر النهار الساعة 6، يعني كل 12 ساعة، حتى لو الشمس لسه ما غربتش، ولكن بيكون في طراوة، الشمس بتكون ضعيفة، بيكونش فيه حر، اللي هو آخر النهار اللي هو ساعة المغربية، يبقى دي أفضل وقت، وجبة صباحا وجبة مساء بينهم 12 ساعة عند شروق الشمس، والوجبة التانية بعدها ب 12 ساعة.
طبعا في ناس بتعرف بتقول طب أنا أفضل وجبة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ لا طبعا هو الأفضل وجبتين، لأن وجبة واحدة هيمر بمراحل زي ما قلنا في العرف المفتوح، بس هو بتكون ليوم واحد فقط لا غير، بس بيحصل فيها نفس المشاكل اللي بتحصل في العرف المفتوح. زائد ثلاث وجبات هتيجي الوجبة الثالثة في الظهر، والظهر درجة حرارة مرتفعة جدا صعب تعلف فيها، ما ينفعش تعلف فيها، فبالتالي لازم تبقى وجبتين أفضل شيء. أما لو أنت في مناطق باردة طول النهار بارد ما فيش أي مشكلة، ممكن تعلف على ثلاث وجبات ما فيش أي مشكلة عادي، ثلاث وجبات ما فيش أي مشكلة، يبقى 1% الصبح، 1% الظهر، 1% آخر النهار. بس طبعا أغلب البلدان العربية ما فيش فيها شتاء باستمرار، فإحنا بنمر بالصيف ده شيء أساسي، فالأفضل وجبتين صيف أو شتاء، وجبتين، وجبة الصبح وجبة آخر النهار. طبعا في حالة الشتاء ممكن تأخر وجبة الصبح شوية بحيث الشمس تطلع وتدفي المكان. وفي النهاية طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.